راديو نيل. سما، ايه الحاجه اللي ممكن تخليكي سعيده غير الفلوس الكتير؟ عشان يعني انا دي معلومه انا عارفها. ايه الفلوس؟ ايه غير الفلوس الكتير؟ سيبوني في حالي، ما عنديش مزيكا حزينه بجد. يعني في اليوم العالمي للمراه وشهر المراه وعيد الام، سيبوا لسه بكره، سيبوا المراه في حالها. بجد يعني هو ده اللي هيسبب لي سعاده. يعني انت بكره لو سابوك في حالك وما حدش جاب لك حاجه، خبر اب. لا ثانيه واحده، هما جابوا خلاص. ايه ده؟ اوكي. ده احنا خلاص خلصنا الايشو ده. اوكي. بس اقول لك على حاجه، لو هم قالوا لي مثلا مامي احنا النهارده هديتنا ليكي ان احنا هنسيبك في حالك، لا هنخبط عليكي ولا هنطلب طلبات ولا هنبقى جعانين ولا عطشانين ولا اي حاجه ولا عايزين نخرج ولا اي حاجه خالص، سيبوا المراه في حالها كده هتبقى سعيده. ده لو غير الفلوس يعني. يا سلام بقى لو صحت من النوم مثلا لقيت الفلوس جنبها كويم كويم كويم، السعاده بقى تو ذا باور مثلا 5. يعني يسيبوها في حالها بس يجي لها فلوس كويم. وهيجي لها يعني، ما هي ما يسيبوها في حالها هتروح فين يعني وهي ما معهاش فلوس؟ ما انا مش يعني، ما لازم يبقى معاها فلوس عشان تبقى مصدر. من اين لك هذا؟ ايه يعني هيجي لك منين؟ من ما اعرفش، مش امنيه بقى، هي امنيه صعب. قاعدين بنحلم كلها طموحات وامال. يعني انا حلمي ده اصعب من حلم ريهام مثلا اللي بتقول لك اني الاقي وانا ماشيه فرقه اقتحمت الزحمه وبيغنوا.